السلام عليكم مغزالات، اهلا وسهلا. كديري لاباس عليكم؟ كديري مع الصحه؟ كنتمنى ان شاء الله الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. توحشكم. قبل لكل متتبعه عزيزه عليها كنبوسك اختي من هنايا ولهلي خطيك عليا، والله يكبر بيكم كاملات وحده وحده اختي جميع متتبعاتي الفنات. ايوا اختي هزيت جبت هذه، كنت خايداها من القديم. شو شحال زوينه متينه هذه اختي، حيت حوايجي كلهم خسرتهم بجابيل، ودابا مع كتعود المدرسه كتعودي ترجعي خاصك تخرجي ثاني تجيبيهم. ما كتضري بعض المرات ما تبدليش حوايجك، يعني الا كنتي بالزربه خارجه خارجين شويه بكري ما المهم راكم عارفين، يعني راه كلشي منك. ايوا اختي ها نتوما هادي شحال زوينه، خيداها اختي بشحال 100 دريال. 100 دريال شي شحال زوينه، كدور كامله يعني ما جابيل ما يخسرش لك حوايجك. ايوا اختي اليوم غنتقاسم معكم هاد النهير، اليوم نهير اختي مميز. جاي عندي واحد الانسان عزيز عليا، راكم غتعرفوا شكون كيجي عندي ديما، الوالد. غندوز ندير ليه واحد الغديوه ان شاء الله اليوم. الدجاج راه تجي ديجا مقاداه، غندوز نشاركو معاكم، غنوريكم واحد الطريقه كتجي واعره بالدجاج. والسفه عيطت لاختي قلت ليها شوفي جي صوبي السفه، لان هي كتصرع السفه البنات. وهكذا نشارك معكم الطريقه ديال اختي، كتجي واعره كتجي زوينه ديالها. ايوا تصوروا دابا غندوز راني جمعت البيوتة، بيت البنات بيتي، وجيت لهنا باش نبدا نشطب، لقيت الضو مقطوع. دابا راه حتى الكاميرا شاعله بلا ضو، انت بالكم شي مظلمه. جبت قال لك الضو راه راه مقطوع، ما يجي حتى لديك الجوج ولا. ايوا اختي خليكم معايا ان شاء الله في روتين اليوم، وعاد باغا نخرج. المهم هاد النهار ان شاء الله غنتقاسموا معاكم، خليكم معايا وما تنساونيش باللايكات ديالكم والتشجيعات ديالكم باش تحيدوا مني الكسل، راه عاد كنغبر عليكم. يلا خليكم الغزالات، رجعت معاكم. بغيت نجاوب بزاف الاخوات اللي كيسولون على هاد الديفان وهذا هاد البلطرونه هادي زهره، منين شريتيها وبشحال شريتيها؟ والله البنات ما عارفه الثمن. هذا كان خديته كدبر عندي، هذا شهر واحد غيكمل 3 سنين باش خديته، حيت انا كيف دخلت للدار كان خادو زكريا. هذا البنات خادو هو بالطبله والكراسه وبالناموسيه بالماريو، خادو بكلشي البنات من عند واحد الراجل كيبيع محل عنده وكيبيع هادشي، يعني خادو كومبلي. ما نقدرش نقول لكم الثمن. بحال هذا كنت شفته انا في هذا في الاي بيركوب، كانوا دايرين ليه 1.5 مليون البنات، 1.5 مليون كانوا دايرين ليه. بحال هذا كانوا دايرين ليه اوفيرتا. المهم ما نقدرش نقول لكم انا بشحال الثمن، حيت انا ما عارفاش الثمن بشحال شرا، حيت شرا كلشي البنات. يعني بحال دار معاه هرس دقدق خلاها، يعني الاثمنه ديال كلشي ماريونا موسية، يعني هادشي علاش ما قلتش لكم الثمن بالضبط لانني ما عارفاش. هنا كيقول لي واش هذا واش جلد ولا توب؟ لا البنات هذا توب كيتمسح، داك التوب اللي كيتمسح. يعني زوين، خذوه وانتم مطمئنين بحال هادو اللي لقاتو، غير تاخذوا لانهم زوينين واللوين ديالو زوين، يعني ديري معاه المسيندات اللي بغيتي، اللوينات اللي بغيتي. انا مقطوع الضو ها نتوما، راني غير حاولت نحل السرجم سينو ما كيبان والو، كتبان الظلمه. صافي اختي غنمسح شويه الغبره، انا كيف قلت لكم الغداء عندي معطل اليوم. صافي غنشر شي حوايج. واحد الزريبيه كانت وصخات عليا حكيمه، عرفتوا الوليدات كيوصخوا، رجب الله غطيت الزربيه وغطيت سينو راه الوليدات كيرونوا بزاف. صافي هنا اختكم غنشر شي حوايج ونشوف هاد الزريبيه هادي، نشوفها واش كرمات ساعه الطبقه. وندوز البنات هذا حتى هو كنت باغا ندير ليه سبير نشطبو، لانه عرفتو كتحيد الغمره منه. الساعه ما كاين لا ضو لا والو، غير غنسوس غير هذوك الكريتيات كانت بركت فيهم جنات وحكيمه، ركنوهم شويه. صافي غنقاد المسيندات اختي وغادا نخرج البنات، باغا نمشي للفرماسيان. المهم اللي درتها غنتقاسمها معكم وغنبارطاجيها معكم. يلا اختي خليكم معايا وما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم، تشجيعات اختي تشجيعات. انا رجعت معاكم اختكم، غادا نمشي نتقدى شي لعيبات خاصيني، وغندوز اختي ناخذ سيرات ديال الكريمه ديال الشمس البنات. المهم هادي اللي كنت كنستعمل، بغيتي نوريكم الكارطونه ديال هادي، كانت كدير 22 فاصله، هادي هي اللي كندير هاد العام، جباتني عرفتو علاش؟ لان كترطب الوجه، حيت انا عندي النص، انا عندي البشره مختلطه، عندي النصف ديال وجهي ناشف و
ومن هنا نص مية دم، وهذه عجبتني وافقتني الوجه، كنحس وجهي يعني يترطان ملي كنديرها، كي حيت وجه مزيان البنات ترطب به، فهمتوا؟ خاصه دابا مع هذا البرد شويه في الصباح. يلا اختي خليكم معايا، هذا من دوز نهز اختي حطونا بالرحيل حتى هي البنات حالتها حالتها ما فيها ما يتشاف. هذا غندير ليها غسله حيت الاخرى باقا ما صاوبناها ما والو، حالتها ما نقولش لكم كديره تخلي عطنا قلت لك جاي كل ماشي مشكل اختي، هزه البرجيلاتي على غندير لها واحد الغسله غيوصوني حتى شي هادو جوايات ولعيبات خديتهم من شيئان ونديها عند اختي نقول لها عاونوني بناتها وهذه ونفرطها ونقادها نعدي بها هاد الايام اختي. راه نفعتني عرفتو، مبقيتش قاده انا بحال كنمشي نقضي شغالي على رجليا ابدا ابدا. يلا اختي نخليكم معايا. غزالات رجعت معاكم اختي، مشيت اختي خرجت ورجعت دست الفورماسيه، المهم ما صورت معاكم والو. جيت اختي درت الشده ديالي وغندوز اختي نبدا نطيب، ندوز الرقه الدجاج. خديت نيت هاد الكريمه هادي، ها نتوما بصحتي هي هادي زوينه كتعجبني اللي بشرتها مختلطه ولا بشرتها ناشفه. هاد الكريمه هادي يعني كتزيت الوجه، كتزيت الوجه البنات. انا ماشي ما عنديش مشكل، المهم ان بشرتي ترطب، يعني هادي في نفس الوقت كتحمي لي وجهي ومرطب ادرطانت، وفي نفس الوقت عندها بروتيكسيون مولتو الطي، يعني عندها كتحمي الوجه مزيان. ها نتوما الغزالات هاي ولا غوش بوسي، ها هي استعملتها حتى هي سالات، استعملتها في المغرب راه هي سالات، وهذه عجبتني ما بغيتش ناخذ لاغوش بوسي ما عجبتنيش بزاف. راه كل واحد والبشره ديالها البنات، المهم هذه كنحس بها كتحمي لي وجهي وفاز زوينه الغزالات. كيف قلت لكم مرطبه، حيت حنا ملي كندخلوا للثلاثينات راه ضروري خاصك ترطبي وجهك، راه وجهك راه كتقولي الا فيا التجاعيد بزاف بالصيف، لان الوجه راه ما كيترطبش، الوجه ضروري ديري ليه مرطب ضروري ترطانت ضروري. هذا يا في الليل يا بحكا خدي كريمه ديال الشمس تكون ادراطانتي وفي نفس الوقت كتحمي لك الوجه ديالك، وفي نفس الوقت هذا كتحمي لك حتى وجهك باش ما يكلفش ليا بشرتها بحالي. انا بشرتي دابا خرج ليا الكلف مع العصب والستريس وداكشي اللي داز عليا، وجي ما نقولش لكم عاد زراق ليا وحالته، دابا راه الله بدا شويه كترجع لي هذيك النظره ديالو الزوينه. ها اختي دابا اختي دهان وجهي هادي كيف قلت لكم كتادراطي الوجه وكتحمي الوجه البنات، ولكن ماشي كتزيت بزاف الوجه حيت انا بشرتي ناشفه، يعني اللي بشرتها ميدمه ما تصلحش ليها هادي، لان غتزيد ديال الدم ليا وجهها. انا وجهي الله يلا هانتوما شو هانتوما غزالات دابا راه غايبان لكم، لان وجهي انا راه بدا كنحس بيه كحال ليا شي كحال، ما عنديش مشكل. انا الكلف هو اللي كيقهرني، انا اللي بشرتها كيخرج ليا الكلف دابا هو فين تعتاني بوجهك، انا راه بليت كنعتاني بيه دابا، دابا عنده شويه شفتو شو غزالات. يلا اختي خليكم معايا ندوزو نطيبو الغديوه الواليد، صلي اختي في والديك. شوفي ما صليتي في والديك ما عمر ربي يخيفك، كوني اكيده هذه عن تجربه، كوني مرضيه الوالدين وربي يسهل لك ويرزقك وسبحان الله العظيم ربي اي باب كيتسد لك باب كيحل تحلو لك بيبان، هذه عن تجربه. يلا اختي خليكم معايا، يلا اختي غتجي وتسقني بقى الدجاج باقي ما رقدتوش. صافي هنا الغزالات دست هنا كنرق الدجاج كيف ما كتشوفوا، نشارك معكم هذه الطريقه. هذه هنا عندي واحد البصله، عندي البنات هذا الحامض مصير، المهم الدجاج كيبغي الحامض مصير، هذا الحامض كنجيبو من المغرب وكنديرو في الفريغو، يعني اللي جاي انا كيعجبني الحامض مصير الصراحه ديال المغرب، ما انا ما كتلقايش لا ما درتيه بيدك صوبتيه ورقدتيه في القراعي. صافي ودرت ريوز ديال الثومه كيف ما شفتوا الغزالات، وغنحاول نطحن في الماكينه هنايا، وعندي هنا الربيع وغندير العطريه. بالنسبه للعطريه عندي هنايا الخرقوم عرق، عندي سكينجبير، عندي شويه البزار، وعندي هنا البنات واحد الضامه ديال الزعفران، وعندي ضامه ديال الدجاج كيف ما كتشوفوا، وواحد القبيسه ديال السمن الحار قبيسه، لان عندي السمن الحار البنات غندير غير قبيسه صغير، عندي حار بزاف يعني مجهد
ندير منه غير واحد راس معلقه صغيره صافي. وغنخلط هذا الخليط صافي. وغنتوما كيشو كيفاش جا، يعني ضروري طحني هذاك البصيله كتعطي واحد البنه زوينه للغزالات صافي. هنا الدجاج عندي من بعد ما راني غاسلاه ومغسلاه بالحامض ومخليته تستكتر مزيان مزيان. البنات الا بغيتو الدجاج يجيكم رطب حاولوا تغسلوه بالحامض، تخليوه مرقد في الحامض. الخل شويه كيقصح، هذه الخل كيقصح اللحم شويه صافي. هنا كيف ما كتشوفوا الغزالات نحاول نرقد شي جات مزيان مزيان صافي. ونخليهم اختي حتى يشربوا العطريه، انا ما درت لا زيت لا والو صافي. هاد العطيريه هذه صافي وما درت لا زيت لا والو البنات صافي. وغنديروا اختي في الجميله يطيب، والزيت حاولوا ما ديروش البنات حتى تحيدوا الدجاج، عاد ديروا هذاك زيت الزيتون بالدور شويه زيت الزيتون حيت الدجاج هو راه كيطلق هذاك الادام ديالو صافي اختي. وغندوز دابا راه شويه غتجي اختي ونشارك معكم الطريقه ديال السفه. وهذا راه غنخليه بعدا، راه الدجاج راه كل ما رقدتيه وخليتيه كل ما يجي لذيذ كثر البنات. وهنا غندوز نشارك معكم السفه. السفه خليتها لاختي اللي غديرها هنا كيف ما كتشوف انا كتعجبني ديالها، ديالها زوينه. انا واخا ما كنديرها زوينه بزاف. المهم هنا كنوريكم الطريقه اللي ساهله كدير ليها. دابا هي هذه ديال الكنز، كنز الشام المغرب، شفتوا البنات هذه صفه شعره ديال الكنز اللي زوينه. هنا كيف ما كتشوفوا دارت ليها الزيت في الاولى بسباساته بالزيت. نتوما نوريكم الطريقه كيفاش كدير ليها. صافي ودارتها اول تفويره صافي. دابا التفويره البنات فورتها دابا في الاول صافي. دابا بدات كترش فيها بالماء. بالنسبه شحال كدير لها من تفويره قالت لك حتى كطيب، ما كنحسبش قالت لك كديرها حتى كطيب. نتوما البنات بالنسبه لهذه التفويره الرابعه اللي دارت وباقا كتسقي شويه بالماء، يعني عينها ميزانها كتدير شويه بشويه فهمتي صافي. وليها البنات درنا شويه الزبيب اللي شديناها قدناه في شويه الماء هنا البنات. بالنسبه للتفويره هادي قلت التفويره الاخرى صافي. هنا هادي عليها التفويره اللي صافي غتحطي في الطبسيل، يعني هادي كنشرح لكم ولا كدير السكر والزبده وتفور صافي ديريكت للطبسيل. واش فهمتوا البنات صافي. دابا الدجاج دارت السكر كلاصي ثم راه طابت والزبده دارت. من الكسكاس للطبسيل، من الكسكاس للطبسيل. وبالنسبه للزبيب، الزبيب الفور يعني تطلع درتو في الكسكاس تحط عليه الفور فورا صافي. درتو دابا في الكسكاس صافي غير تفور عليه اخر تفويره صافي وتحطو صافي وتزنو نزينو. بالنسبه باش غنزينو البنات عندي اللوز مقلي، يعني ما غنقليش عندي مقلي، غنزيد عليه شويه سكر كلاصي غنطحنو. غنوريكم كيفاش غنهمشو مع شويه سكر كلاصي هو باش غنزينو. وبالنسبه للجيش عندي انا راه جا طاب. ها انتم اختي راه حيدناه، ها انتم درتو هنا غطيتو. تندوز نوريكم واحد باش غنحمرو هنا الكبده. ملح ما درتهاش، سلقتها هي والقنصه وخليتها على جنب. الريه لحتها في هذا، انا نوريكم في الكويميله وهذه والكبده خليتها لانها بالزربه كطيب. راه قولوا جا طيبه، راه غير لوحه تشرب شويه لاصوص وصافي. وهنا الغزالات بالنسبه للبصله قطعتها على شكل طولي، ما سلقتها ما والو صافي. لحتى حيت بالزربه كتذوب طلق هذيك البنه ديالها. ها انتما نخليها هنايا ما كيبانش ليكم، ها انتما
غنخليها تنشف مزيان مزيان ونديها ونجيبها في هذه الويميله هذه صافي. وغتكون عليا الكليه الكبده والزيتون وهي وجدات عندي. شوف ونحسي غدير الزبيب كيتبخر شتو غتروح ليه من بعد. هنا ها نتوما خليته حتى وكح مزيان مزيان وكنقص البوطه وكنخلط وكنبقى ندي في هذيك التغميره ندي فيها وتجيب البنات وخا تحمر شويه ديك الحمريه هي ديها وجيبيها وخليها دير على خاطرها. دست هنا الدجاج البنات درت واحد شويه تحمير الا كان عندكم الحرور احسن صافي وشويه لا موطاغ وشويه الزبده صافي. وغندوز ندهن الدجاج ديالي بالهادي بشويه الشيته ندهنو مزيان مزيان صافي الغزالات. وبالنسبه للتغميره راه خليتها كطيب على خاطرها وناقصه منها وغنوريكم الشكل النهائي كتجي. عرفتوا كتجي بنينه يا البنات كتجي بنينه. حاولوا كيف قلت لكم يعني واخا تنشف بقى يدي فيها وتجيبي يدي فيها وتجيبي. واخا قلت لكم واحد الحموريه كدير بحال ماشي تحرق نو الحموريه حتى هي ديها وجيبيها عرفتوا كتحمر هذيك التغيميره وكتجي لذيذه يا البنات. راه شوفوها انتم صافي هنا راه طابت صافي هنا راني غنطفي عليها كيف ما كتشوفوا كتجي لذيذه صافي. هنا راه لحق الوقت اختي وهانتوما ها الخبز ديالي راه ديجا عاجني جبتو غير سخنته وكان عندها هو الدجاج اختي وكانت هذه الطغميره كيف ما كتشوفوا جات بنينه الطغميره ما نقولش لكم جات غزاله غزاله صافي اختي. وزينناه بشويه هذا شويه الزيتون من الفوق يا سلام يا اختي. ايوا هنا اختي راه كتحط ايوا بالنسبه للصفه هي البنات داك اللوز وشويه السكر كلاصي اللي طحنته في الماكينه غير هرمشته صافي وزيناها وحطينا الديسير. ايوا كيف ما كتشوفوا كان هذا هو نهيرت اليوم مع الوالد وغنقول لكم يلا اختي تهلاو في ريوسكم قبلها ليكم.